خلال مباحثاته مع رئيس وزراء أرمينيا، الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون بين البلدين وتطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري. مدبولي يواجه بسرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية، عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت. بعد إعلانها دعم كييف بدبابات تشالنجر 2، بريطانيا تعلن وصول أطقم الدبابات الأوكرانية إلى لندن لبدء تدريبهم. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قمة مصرية أرمينية أكدت على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. وتعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأرمينية يريفان هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكويل باشينيان خلال زيارته الحالية لأرمينيا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض خلال المباحثات تطورات الخطة التنموية التي تتبناها الدولة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بما تتيحه من فرص للاستثمار. وأكد الرئيس السيسي الاهتمام بتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما عن طريق تشجيع التعاون بين مجتمع رجال الأعمال في الدولتين بشكل ينعكس على تطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات والأزمات الإقليمية، مع استعراض تداعياتها على أمن القارة الأوروبية، حيث سمن رئيس وزراء أرمينيا من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. واتفق كذلك الرئيس السيسي ورئيس الوزراء باشينيان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية يريفان مع الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، حيث أقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات مغلقة مع الرئيس الأرميني تبعتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس الأرميني في مستهلها بالزيارة التاريخية للسيد الرئيس، معربا عن تقدير أرمينيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الخارجية بزيارة يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا. وقد استقبل السيد فاهن كاشاتوريان رئيس دولة أرمينيا السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. We'll be right back.
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة أرمينيا كأول رئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني فهاجن خاتشاتوريان بالعاصمة يريفان، أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تطرقت للطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة، بما يجعلها مقصدا استثماريا واعدا. وقد تم التطرق خلال المباحثات إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة، وذلك ليس فقط اتصالا بمجال الغاز، ولكن أيضا ارتباطا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما جعلها مقصدا استثماريا واعدا في ضوء توافر موارد الطاقة اللازمة للصناعة وما ترتبط به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية، بما يكسب المنتجات المصنعة في مصر والمميزات التنافسية الكبرى. كما أعربت في هذا السياق عن تقدير مصر لمشاركة فخامة الرئيس فهاجن في القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي عكست مدى الاهتمام الذي تليه أرمينيا لقضية المناخ. قال الرئيس السيسي أن المباحثات مع نظيره الأرميني تطرقت إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية. كذلك أعرب الرئيس السيسي عن ثقته في أن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز العلاقات المصرية الأرمينية. خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدائم لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل ولاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي في ضوء تداعية الأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. مرة أخرى أتمنى أن فخامة الرئيس فهاجن كل التوفيق والسداد في قيادات دولة أرمينيا الصديقة وشعبها القريب بقلوب المصريين، وأنني على ثقة فأن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي وما شاهدته من تفاهم على مستوى القمة. We'll be right back.
من جهته أكد رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشتريان أن زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده تعد تاريخية. وأشار فاهاجن إلى أن الصداقة بين البلدين تنبع من أعماق القرون وتتعزز بأكثر من 30 سنة من العلاقات المستقلة بين البلدين، مؤكدا أن المباحثات مع الرئيس السيسي مثمرة حيث تمت مناقشة الأطر الواسعة للتعاون بين البلدين. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا وأذربيجان تكتسب أهمية خاصة، وأشار إلى أن تلك الأهمية تأتي في ظل العلاقات التاريخية مع دول القوقاز. تأتي زيارة السيد الرئيس لأذربيجان ولأرمينيا كأول زيارة لرئيس جمهورية مصر العربية لأي من الدولتين. لنا علاقات تاريخية مع دول جنوب القوقاز، طبعا هذه العلاقات هناك حاجة دائمة للتواصل والتنسيق على مستوى القيادات لإعطاء دفعة للمسار العلاقات الثنائية، وكانت أيضا فرصة لاستعراض الأوضاع الإقليمية والدولية اللي لها تأثير على سواء كان مصر أو أذربيجان أو أرمينيا. طبعا آخر محطة هنا في أرمينيا أيضا لها اتصال بتاريخ مصر الطويل في استضافة الإخوة الأرمن في مصر، ووجودهم كمكون ضمن ضيوف مصر الذين أثروا الحياة في مصر وأيضا استفادوا من ما توفره مصر من أمن واستقرار وأمان، ودائما ترحاب بالضيوف كما هي العادة المصرية الدائمة. وأضاف شكري أن مصر دائما ما تتخذ سياسة متوازنة لتحقيق الاستقرار والسلام في العالم. ولفت شكري إلى أن القاهرة لها مكانة كبيرة بين الطرفين في أرمينيا وأذربيجان. مصر دائما تلتزم سياسة متوازنة، سياسة داعية إلى التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، ولها مكانة لدى كل من الطرفين تؤهلها بأن تطلع بدور لتحقيق الاستقرار، لتحقيق السلام، لتوجيه الجهود نحو التنمية. وهذا هيكون السياسة التي ننتهجها، وبقدر الرغبة ووجود الإرادة السياسية والرغبة لكل من البلدين لأن تلعب مصر دور، سوف يتم تقييم الأمر والعمل على الوفاء بأي جهد إيجابي نستطيع أن نوفره. اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم، وتطرقت المناقشات إلى أهمية تنظيم الأدوات الرقابية في المجلس بما يضمن الفاعلية بشكل أكبر بين الأعضاء والوزراء الذين يحضرون إلى المجلس للمناقشة والرد على الطلبات المقدمة إليهم. وفي هذا الشأن تم تقديم عدة مقترحات من أعضاء اللجنة العامة ليتم إعمال ما يتوافق منها مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت ممكن. وخلال اجتماع لمتابعة جهود دعمه وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، جدد مدبولي التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم قطاع الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لإضاخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على التأكيد من انتظام سير منظومة الشحن ACI المسبق بدرس صورة فعالية تسهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج عن البضائع خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، وتم استعراض الموقف الحالي للبواصل في الموانئ وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق، وأيضا إجمالي المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من 24
إلى 28 من يناير 2023 والذي بلغ نحو 974.7 مليون دولار. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الخطة المقترحة لنقل الموظفين والتي تعتمد على استخدام وسائل النقل العام المستدام، وذلك إلى جانب التعاقد مع عدد من شركات المتخصصة في مجال النقل الجماعي لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسارا لأتوبيسات من مختلف المناطق لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي نحو 369 سيارة، ويجرى العمل على زيادتها. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 71. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لعيد الشرطة. في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية الخالدة تبرهن وتؤكد على ما يحمله رجال الشرطة من روح الوطنية والنضال، وتعكس مدى تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وأن تلك البطولات ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، معربا عن تقديره لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات متواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والتصدي بكل حسم لأي مساس بأمن الوطن واستقراره. من جانبه أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بدور القوات المسلحة الباسلة في دعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد من مساهمة في دفع عجلة التنمية، مشيرا إلى عمق الروابط والتعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهما جناح الأمن للأمة المصرية، مؤكدا أن ما تقدمه المؤسستين العريقتين من جهود لحماية الوطن وفاء لتطلعات الشعب المصري العظيم سيظل يخلده التاريخ على مر العصور. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة، كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 613 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 267 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 103 أطنان. وفي مجال الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 150 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 470 قضية، من بينها 213 قضية خبز ناقص الوزن و 176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده بحاجة إلى المزيد من الصواريخ بعيدة المدى للقتال بفاعلية أكبر ضد الجيش الروسي. وقال زيلنسكي إن بلاده تحتاج لهذه الصواريخ لحرمان روسيا من فرصة وضع قاذفات صواريخ بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية. كانت أوكرانيا قد أعلنت اليوم إجراء محادثات عاجلة مع حلفائها بشأن الحصول على صواريخ بعيدة المدى، مؤكدة أن الهدف من هذه الصواريخ هو تقليص تأثير المدفعية الروسية. صرح مسؤولون عسكريون أمريكيون بأنه يتم الضغط حاليا على البنتاغون للموافقة على إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية. ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن مسؤولين فيد في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إنه في ظل استعدادات أوكرانيا لشن هجوم جديد لاستعادة الأراضي في الربيع المقبل، فإن حملات داخل البنتاغون لمحت أو لمنحها بطائرات مقاتلة تكتسب زخم. وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي بالتزامن مع الموافقة السريعة على منح أوكرانيا دبابات وأنظمة دفاع جوي باتريوت، والتي كانت تحت وقت حتى وقت قريب محظورة تصديرها إلى أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وصول أطقم الدبابات الأوكرانية للعاصمة البريطانية لندن لبدء تدريبهم. وأوضحت وزارة الدفاع أن المملكة المتحدة ستوفر دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الدول الشريكة في هذا الإطار، مشيرة إلى قوة الدعم الأوكرانية على المستوى الدولي. مع اقتراب دخول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عامها الثاني، تتواصل المساعدات العسكرية الغربية لكييف في محاولة لمواجهة القوات الروسية وسط مناشدات أوكرانية للغرب للحصول على مساعدات عسكرية أكثر تطوراً لمواكبة الموقف على الأرض. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد حاجة بلاده الماسة للصواريخ البالستية، لا سيما صواريخ أتاكامز بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة المماثلة، وذلك لتعزيز قدرته العسكرية في مواجهة روسيا، لكن طلب زيلينسكي لم يلقى أي رد من قبل الولايات المتحدة حتى الآن، فيما تنتظر كييف استلام شحنات دبابات غربية تشمل 14 دبابة بريطانية من طراز تشالنجر إلى جانب 31 دبابة أمريكية من طراز أبرامز وأنواع أخرى من الدبابات من بعض الدول الأوروبية، أبرزها صفقة الدبابات الألمانية من طراز ليوبارد والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية. في المقابل تستعد روسيا بنشر أسلحة ردع متطورة لصد أي هجمات أوكرانية متوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك رداً على تزويد الغرب بأسلحة متطورة على عكس الشحنات السابقة. يأتي هذا في وقت تسعى فيه روسيا إلى زيادة قدرتها القتالية لمواجهة الغرب الذي دخل في مواجهة غير مباشرة مع موسكو مع بدء مرحلة جديدة من العملية العسكرية بحلول فصل الربيع. ورغم أهمية الدعم الغربي لأوكرانيا في الوقت الراهن لمواجهة القوات الروسية، إلا أنه يشكل صعوبة لوجستية كبيرة بالنسبة لها بسبب اختلاف نوعية الذخيرة المستخدمة مع كل طراز، إلى جانب اختلاف طرق التشغيل، بالإضافة إلى الوقت المطلوب لتدريب القوات الأوكرانية على الأنواع الجديدة من الأسلحة لضمان فعالية استخدامها، وهو ما دفع العديد من الخبراء العسكريين إلى التشكيك في مدى جدوى تلك الأسلحة وتأثيرها الفعلي في ساحة القتال. We'll be right back.
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما لم يعد قابلا للتفاوض. وتأتي تصريحاتها قبل يومين من الإضراب العام والمظاهرات المقررة في جميع أنحاء فرنسا الثلاثاء المقبل، وذلك ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030 وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل. سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في عام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ من عام 2021 وسط انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وواجهت الأسر الأمريكية العام الماضي مستويات التضخم هي الأعلى منذ عقود، ما دفع بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة. يبقى الركود الهاجس الأكبر بشأن الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات التضخم المتصاعدة تزامنا مع قرب دخول الأزمة الأوكرانية عامها الثاني. وفقا لمجلة إيكونوميست البريطانية، انخفضت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في ديسمبر 2022، وقد يهبط التضخم السنوي إلى أقل من 2% هذا العام، ومع ذلك يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي انخفضت في ديسمبر، ومعها انخفضت المؤشرات الرئيسية للإنتاج بشكل حاد، مما يشير عادة إلى أن الركود بات قريبا. وعلى الرغم من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال عند 3.5%، فإن عمليات التسريح من العمل من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى تتصدر عناوين الصحف. في هذه الأثناء يضاف تهديد آخر يتمثل في سقف الدين العام الذي تم بلوغه الأسبوع الماضي بوصوله إلى مستويات فلكية عند 31.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 130% من الناتج الإجمالي للبلاد، وهو سقف مخيف يمنع الحكومة الفيدرالية من الاقتراض ويلزمها قانونا بالاعتماد على سيولتها النقدية للوفاء بالتزاماتها. هذا وواجهت الأسر الأمريكية العام الماضي مستويات تضخم هي الأعلى منذ عقود، ما دفع بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، سعيا إلى تخفيف الأعباء عن أكبر اقتصاد في العالم. أخبار السادسة لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. التونسيون يواصلون التصويت بجولة إعادة الانتخابات البرلمانية، ونسبة التصويت بلغت 7.7% حتى الآن. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية حتى الآن بلغ 7.73%. وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين في جولة ثانية لانتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي. دورة ثانية من الانتخابات البرلمانية تشهدها تونس، حيث يصوت أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، وتعول الرئاسة التونسية على نسبة المشاركة من قبل المواطنين على اعتبار أنها المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة التونسية. ويتنافس 262 مرشحا على 131 مقعدا في البرلمان الجديد من أصل 161 مقعدا، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي. المجلس النيابي الجديد سيكون له عدد محدود من الصلاحيات مقارنة بالنظام البرلماني، حيث لا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يعينها الرئيس ثقة البرلمان. وتتجه الأنظار أساسا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجل
سجلت الدورة الأولى انخفاضاً في نسبة الإقبال، وشارك نحو 11.2% فقط من الناخبين في التصويت، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي في عام 2011. ويسعى الرئيس التونسي إلى استكمال خارطة الطريق وإنقاذ تونس من محاولات جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية والتحكم في مصير الشعب التونسي، ومنع أي فئة تسعى لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح الدولة التونسية، لتبدأ تونس عهداً تشريعياً جديداً. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مشددا على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة. كما أشار المركز إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مناشدا المواطنين بالتأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا عن استراتيجيتها الجديدة في عام 2023 وأهم الإنجازات في عام 2022. ناقش الصالون عدة محاور أبرزها كيف استطاعت التنسيقية أن تكون منصة للحوار الجامع لكافة التيارات والأحزاب السياسية والشباب السياسي والأكاديميين والمهتمين بالعمل العام، وذلك بكل حيادية وشفافية، حيث تتيح لهم طرح رؤاهم وأفكارهم بكل حرية، وذلك لإثراء الحيادية الحياة السياسية وطرح قضايا الوطن ومشكلات وهموم المواطنين. استراتيجية 22 كان فيها محاور هامة جدا، بعض منها سياسي وبعض منها مجتمعي، واحنا كنا يعني اعلنا عن رصد لما حققناه خلال 2022. احنا ابتدينا في 2022 بالعداله الثقافيه، هي كانت مبادره مجتمعيه ليها محاور اربعه وهنتكلم عنها، هيتكلموا عنها الزملاء اثناء عرض الصالون. حققنا عدد كبير من مستهدفاتها، بعضها الادوات التشريعيه وبعضها كانت بعض الزيارات واوراق العمل والتوصيات اللي كانت تتعلق بالموضوعات. احنا بدانا المنتديات مع اطلاق الاستراتيجيه في العام الماضي، يعني احنا شغالين على مدار العام اللي فات كله. الحقيقه انتجنا عدد من المبادرات، اكتر من 30 مبادره شاركنا في عدد من مشروعات القوانين. بس خليني اقول لك الاول انه المنتديات دي عباره عن مجموعات عمل متخصصه في موضوعات او مجالات محدده. عندنا منتدى السياسات العامه بيختص بموضوعات زي الصحه والتعليم والزراعه والبيئه، عندنا المنتدى الاقتصادي كل الموضوعات الخاصه بالاقتصاد والشراكات الدوليه والاستثمار، عندنا منتدى حقوق الانسان، منتدى الثقافه والابداع، منتدى التكنولوجيا، ومنتدى حقوق الانسان، كلها فيها مجموعات عمل دائمة. احنا بنطمع في 2023 احنا هنضخ برامج جديدة، سواء برامج سياسية او برامج اقتصادية بحكم الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، وازاي نبدأ نتناوله من خلال ابراز الرأي والرأي الاخر بحكم التنسيقية منصة حوارية. كان عندنا فترة من الانتشار، وكان هذا الانتشار على نطاق واسع مع في بناء علاقات، شبكة علاقات مع السفارات، مع المنظمات الدولية العاملة في مصر، مع الأحزاب والكيانات النظيرة لينا في الخارج، وغيرها من الأطراف المتعددة ولها أهمية بالغة. بدأنا إلى خطوة أخرى متعلقة بالتأثير، إن احنا دخلنا في حوار عميق مع هذه الأطراف في القدرة على التأثير والقدرة على بناء الرؤى إزاء الملفات المختلفة. على مدار سنة 2022 60 صالون
أو فعالية حوارية بأشكالها المختلفة، إذا كانت حلقة نقاشية، مائدة مستديرة أو صالون مذاع. حضر معنا 220 ضيف، متوسط 220 ضيف وقد يكون أكثر. في أكتوبر اللي فات أعلنت التنسيقية عن إطلاق عدد من الصالونات مرتبطة بالحوار الوطني. عملنا 30 فعالية للحوار الوطني بمختلف محاوره، السياسي والاجتماعي والاقتصادي. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلتين بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وإحدى جمعيات المجتمع المدني، وذلك بقرية بنوفر بمحافظة الغربية وقرية نمسا بمحافظة البحيرة. وتم توقيع الكشف الطبي على 2649 مواطنا في القافلتين وصرف العلاج بالمجان. كما شهدت القافلتان زراعة أشجار مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ. افتتحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد يرافقها محافظ أسيوط عصام سعد المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزي ديروت وأبو تيج، وذلك بمحافظة أسيوط في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة مادية قدرها 20 مليون جنيه. يأتي ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، حيث أكدت وزيرة البيئة أن المحطات الوسيطة التي تم إنشاؤها بالمحافظة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير. يشهد المعرض عددا كبيرا من الفعاليات التي يستمتع بها القراء، إذ يلتقون مع عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. إليك أحمد. نحييكم من داخل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه 4، وهناك إقبال كبير منذ أن فتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 10 صباحا لجمهور ومحبي القراءة من مختلف دول العالم، سواء من مصر أو من الدول العربية أو من الدول الأجنبية. بالتالي نتحدث عن إقبال كبير من المواطنين الذين جاءوا للمعرض هنا في التجمع الخامس للاستفادة من العروض الكبيرة والكثيرة التي يقدمها الناشرون والعارضون هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. إجمالا اليوم شهد مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، نعرض منها مجموعة من الندوات التي أقيمت في 5 قاعات، منها قاعة صلاح جاهين، القاعة الدولية، بالإضافة إلى قاعة الشعر، وأيضا قاعة فكر وإبداع، والقاعة الخامسة هي قاعة الصالون الثقافي. هذه القاعات الخمس تقام فيها فعاليات وندوات ثقافية وفنية متتالية. من بين هذه الندوات التي أقيمت اليوم ندوة عن صناعة المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى ندوة عن الكاتب الكبير بهاء طاهر، وأيضا الكاتب الكبير الدكتور طه حسين، وأيضا عن صلاح جاهين وهو شخصية المعرض لهذا العام في دورته 54. أتحدث أيضا عن فعاليات ثقافية أخرى، منها أمسية شعرية من الأردن والتي أقيمت اليوم في تمام الساعة 6 مساء، بالإضافة إلى فعاليات أخرى وندوات، من بينها ندوة عن مستقبل أزمة الطاقة العالمية، وأيضا ندوة عن التراث الثقافي
غير المادي، وبالتالي نحن نتحدث عن مقصد ثقافي كبير لمختلف الأسر المصرية والعربية وأيضا لزوار مصر من الأجانب الذي جاءوا لاستفادة من هذا الصرح الثقافي الكبير، سواء من الكتب الكثيرة الموجودة أو من الكثير من الفعاليات والندوات الثقافية التي تقام على مدار هذا اليوم. أشير إلى أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحا وحتى 8 مساء، ويستمر يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساء، وبالتالي نتحدث عن إقبال كبير من الجمهور على هذا المعرض الذي تحل فيه الأردن ضيف شرف هذا العام. إليكم زملائي في الاستوديو. جزيلا لك الزميل أحمد الحسيني، كنت معنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب. والآن نتحول إلى أحوال الاقتصاد. ليلى عمر وتفاصيل ليلى. شكرا محمد عبد الله وأميرة العقدة، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. شهد وزير البترول طارق الملا انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للصودا آش المسؤولة عن مشروع مجمع إنتاج الصودا آش والمقرر إقامته في إطار مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة القيمة المضافة. المشروع الجديد يهدف إلى إنتاج حوالي 600 ألف طن من الصودا آش سنويا، وتقدر تكلفته الاستثمارية بحوالي 500 مليون دولار. وتدخل الصودا آش في العديد من صناعات الزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة. وتبلغ قيمة استيراد مصر من مادة الصودا آش ومشتقاتها حوالي 300 مليون دولار سنويا. ارتفعت صادرات مصر من الطباعة والتغليف والورق خلال عام 2022 لتبلغ 1.6 مليار دولار، بنسبة تبلغ 8% في النمو مقارنة بصادرات عام 2021 والتي بلغت 987.8 مليون دولار. وكشف المجلس التصديري للطباعة والتغليف عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف وحده بنسبة 4% لتبلغ 624.7 مليون دولار. في سوق المال، تجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.1 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، مدعوما بنشاط قوي للأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك. وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه ليغلق عند 1.112 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 17411 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4601 نقطة. أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع وسط توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد المؤشر القياسي السعودي بنسبة 2% مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي الطاقة والمال، كما صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 4%، وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة الإيجابية. كذلك ارتفع المؤشر البحريني بنسبة 1%، والعماني 2%، والكويتي 4%. ختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وأميرة، إليكم من جديد. شكرا لك يا ليلى. حقق المنتخب الوطني الأول لكرة اليد المركز السابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا.
وفاز المنتخب الوطني في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن على نظيره المجري بنتيجة 36 مقابل 35 ليحتفظ منتخب الفراعنة بالمركز السابع الذي حققوه في نسخة 2021 والتي أقيمت في مصر. انتهت نشرتنا، والابقاء سوى التفكير بأبرز العناوين. خلال مباحثته مع رئيس وزراء أرمينيا، الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون بين البلدين وتطوير حجم التبادل التجاري والاستثماري. مدبولي يوجه بسرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت. بعد إعلانها دعم كييف بدبابات تشالنجر 2، بريطانيا تعلن وصول أطقم الدبابات الأوكرانية إلى لندن لبدء تدريبهم. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.